قد تكون هذه الكرة هي التي تسجل هدف النصر في المباراة النهائية في ريو. يتم صنع البرازوكا، الكرة الرسمية لكأس العالم، هنا في أعماق البنجابي. باكستان ليست دولة مولوعة بكرة القدم، بل على العكس، فالمنتخب الوطني لن يشارك في كأس العالم وهو يحتل المرتبة 159 في العالم، لكن الحماس آخذ في التزايد لدى تلك العاملات. أهتم كثيرا بمباريات كرة القدم، إن شاء الله سنتابع مباريات كأس العالم لرؤية الكرات التي نصنعها فوق أرض الملعب. النساء سعيدات للغاية بالعمل هنا، ونحن فخورات بأن تستخدم كراتنا في نهائية كأس العالم. إنها المرة الأولى التي يقوم فيها هذا المصنع، وهو شريك منذ زمن طويل لشركة أديداس بتصنيع كرة كأس العالم، عقد تاريخي أصبح ممكنا بفضل نوعية اليد العاملة، ولكن أيضا بفضل الأجور التنافسية للغاية في البلاد، 100 دولار فقط شهريا للعامل الواحد، ربعهم من النساء، وهي نسبة استثنائية لهذا البلد. كما قلت يوم أمس، هذه الكرة هي رمز للسلطة. لماذا هي رمز للسلطة؟ لأنها قادرة على توحيد الكوكب، وهذا هو بالضبط ما يمكن أن تقوم به هذه الكرة. إنه فخر كبير، أعني أنه يمثل شيئا ضخما بالنسبة لنا. وللتأكد من أن البرازوكا تحترم معايير الفيفا، تجرى لكل كرة مجموعة من الاختبارات وعددها 80 في المجموعة، الضغط ومقاومة الماء وحتى الضربات الأكثر عنفا، أي كل شيء يضمن للمتفرج عرضا رياضيا على مستوى عال مهما كانت ظروف اللعب. نختبرها بنسبة 95% من الرطوبة وعلى درجة حرارة تصل إلى 60 وهي أقصى الظروف. يتم اختبار كل البالونات في هذه الظروف، وعلى العكس أيضا، فإن كانت الأرض جافة جدا بنسبة 10% من الرطوبة وتحت 50 درجة على سبيل المثال، يمكننا أيضا خلق هذه البيئة في المختبر. المباراة الأولى ستقام في 12 من حزيران يونيو الجاري، إذ ستتنافس البرازيل وكرواتيا في ساو باولو. عندها ستتجه أنظار العالم بأكمله نحو البرازوكا التي خرجت مباشرة من خطوط الإنتاج في باكستان.